تطور الانظمه، واللي هو مو بالضروره ان الشخص نفسه يغير قناعاته، شخص ما يغير قناعاته لكن راح تجي طبقه جديده هي بقناعات جديده. الان هذا الكلام هو ضغط، ما يجري بالناصريه هو ضغط، ما يجري في كل المحافظات طبعا، انت ما تخلو محافظه من وقفه يوميه. هسه الوقفه ما انا اقول لونها 10 نفرات، هي وقفه يجب الانتباه لها. وبالتالي المشكله مشكله الطبقه السياسيه، تفكير اغلب القادة الطبقة السياسية او المؤثرين بها بانه انا شلون اكسب فلان وشلون اربح على حساب فلان، ويعتبر هذا براغماتية خلي انا اثبت نفسي بالحكم. هذا تصور كارثي. اذا ما صار عندنا تصور لمستقبل البلد واستراتيجيتنا بادارة البلد سنحترق واحدا تلو الاخر. واكد لحد الان ما قدرنا نقنع الا معياتنا والمستفيدين من عندنا اللي هم 30%، 70% من شارعنا ما زال رافض العمليه برمتها. اذا ما خاطبنا وصلنا لعقله، وصلنا لمشكلته، وصلنا لتصوراته، راح العمليه السياسيه كلها برمتها في خطر. ما اتكلم عن رئيس الوزراء او عن وزير، ما اقول لك النظام قوي لا تخاف عليه. غالب قالها حسني مبارك، وباللحظه الاخيره قال الان فهمت الله يرحمه، وقالها زين العابدين ابو تونس، وهم انا باللحظه الاخيره قال علمت ما تريدون، وقالها القذافي. كل الانظمه كانت قويه، لكن اكو لحظه تصل بس هذه تشوف اذا تصير وبال على رئيس. تشوف اذا استمرت الامور بالطريقه اللي موجوده الان الوضع في خطر؟ يقينا العمليه السياسيه في خطر، في خطر مو بسبب هذه التظاهره فقط، لا بسبب التصورات والتعامل مع المشاكل.